السلام عليكم ورحمة الله. كيفك يا كابتن؟ هذه هي أجواء الحرم المكي بعد صلاة الجمعة. نت واقع هنا بالواقع. ما شاء الله. Thank you.
خروج يا غالي خروج. هذو المحرمون هذو المحرمين ينتظرون خروج الناس بعدها يدخلون للطواف إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. فهذه هي أجواء ساحات الحرم المكي بعد صلاة الجمعة. ما شاء الله تقبل الله من الجميع صلاتهم وعمرتهم وزيارتهم. وأنا أقوم بهذه المقاطع وهذه الفيديوهات ونشرها حتى يستفيد منها الحجاج، حتى يستفيد منها المعتمرين والزوار إن شاء الله. كثير موجود.
احنا فيها وانا فوق خلاص. انا بدل الحين I'm going to go to the hospital.